اليوم الأنبار أرجئت اختيار رئيس للبرلمان، ليش؟ إلى ما بعد الانتخابات. مو الأنبار الآن، هو حاليا أكو يعني ما عادت إلا من الأنبار. الحلبوسي ما يريدها من الأنبار، بس البعض الآخر يريدها من الأنبار. الحلبوسي مصر أن تكون مو من الأنبار، إحنا ما عندنا مشكلة تكون من الأنبار أو من غيرها، يعني هي المهم تكون شخصية سنية تستطيع أن تقود المشهد السني بشكل صحيح ومتوازن. فبتحالفنا باتفاقنا أنه ما عندنا هاي القصة أنه من أي محافظة، عندنا قصة أنه لازم يكون لا يكرر الأخطاء التي ارتكبها الحلبوسي في البرلمان والتي أضعفت المكون وضيعت كثير من حقوق. وليش بدنا نضيع وقت باختياره؟ هذا كل عملية تضيع وقت بالتخبط وبعدم اختيار شخصية واحدة والاتفاق عليها. هي هذا المرض اللي صار بالسنة من 2003 ولحد الآن. أنت تعرفين السنة عندهم مشكلة، السنة لا توجد لديهم مرجعية تقول لهم اقعدوا هيك مثل الباقين، يعني لأن مرجعيتهم أصلا متعودين وثقافتهم أنه مرجعيتهم السلطة. فلهذا اذا تجين للشيعة مثلا عندهم مرجعيه تتدخل عند اللزوم، مو كثير ولكن بالملمات، يعني مثلا تجي داعش طلعوا فتوى صح بالازمات جورة. الكبيره بالازمات الكبيره تنطي علاج سريع وفاعل. احنا هاي ما عندنا مشكله، يعني هذه واحده من سلبيات السنه انه ما عندهم هكذا. بس انتم اليوم بوضع مختلف، بوضع سياسي مختلف، ونفاجئ بعدم اتفاق الاطراف السنيه. هذا يذهب بهذا الاتجاه وهذا اشتغلت المزاجات الشخصيه على حساب انه اختار رجل بهذه المرحله عدي به الازمه. كلام صحيح وهذا ما يؤسف له، ولكن هي هاي هذا واقعنا هيك، وهذا واقعك راح يرجع المكون السياسي الشيعة يترحمون على ايام الحلبوسي. يقول لك الحلبوسي قدر يجمع لنا نواب وهو صاحب قرار وحيد اقدر اتعامل وياه، ماكو داعي اتشظى ما بين الجهه الفلانيه والفلانيه. يعني اليوم نشوف السيد خميس ذهب باتجاهات اتجاه الحلبوسي وباتجاهكم وباتجاه مثنى السامرائي، السيد مثنى كذلك، انتم كذلك، ماكو موقف موحد. اكو قسم من السياسيين دا يسعون للوصول الى هدف وان شاء الله اقتربوا. معلومات لغايه اليوم انه جيده،